ركب رجل في قطار ومعه أربع بنات صغيرات، جلس على مقعد مجاور للشباك يتأمل المناظر خارجا، والبنات الصغيرات كن مشاغبات جدا، فما إن انطلق القطار حتى قمنا بمشاكسات كثيرة، فواحدة تقفز على مقعد والأخرى تعبث بأمتعة الركاب، والثالثة تنزع طاقية عجوز كان جالسا، والرابعة تصيح بصوت مرتفع. المهم كانت حركة البنات في القطار مزعجة لكثير من الركاب، وقد استغربوا موقف هذا الرجل الغريب، كيف لا يمنعهن عن تلك الحركات ولا يوجه إليهن الكلام، كأنه لم يسمع شيئا بل هو غير موجود. جعل بعض الركاب يعتقد أنه عديم الإحساس والعقل، والآخر يقول في نفسه يبدو أنه عديم التربية، حتى صار الأمر لا يطاق. فقام أحد الركاب من المقعد وذهب إليه وقال له غاضبا: لما لا تضبط بناتك وتزجرهن حتى يتوقفن عن الإزعاج؟ فالتفت إليه الرجل وعيناه تذرف الدمع قائلا: إن والدة هؤلاء البنات توفيت اليوم صباحا، والآن أذهب بهن إليها، أعذرني لا أستطيع في هذا الظرف العصيب أن أضغط عليهن، وإذا كنت تستطيع ذلك أنت فامنعهن. وهنا حدث تغير مفاجئ في موقف الركاب، فقد تحول موقفهم من الغضب من تصرفات البنات إلى شعور بالعطف والحنان والاهتمام بهن، وتناسوا ما أحدثنه من جلبة وفوضى. إخوتي في الله، تعلمنا من هذا الموقف أنه ليس من الضروري أن تكون الحقائق بالشكل التي نراها في الظاهر، بل يمكن أن تكون على عكس ما نراه. لذا أنصحكم إخوتي، قبل أن نقوم بإبداء رأي عن شخص، ينبغي لنا بدلا من أن نسيء الظن به أن نحسنه ولو للحظات حتى نتيقن. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة.